انا شاكر لكم كلكم اخوان شاكر لكم كلكم الله يكرمك ده ما وقت بتاع كلام الله يكرمك احنا حققنا الثوره الاولى وماشيين في طريق بناء البلد ان شاء الله كلنا حنبني البلد ثاني ما في سلطه بتبني بلد البلد ببناء الشعب الله اكبر الشعب الله اكبر الشعب صاحب الله اكبر هو صاحب السلطه وما تتنازلوا من سلطتكم للحكومه يتمسكوا بسلطتكم واي زول ما بيعبر عنكم ما تخلوه يتقدمكم لو انا ولو اي زول اخر السلطه عادت للشعب ويجب على الشعب الله يفرط فيه والبلد ما بيبنيها الحكومات بيبنيها الشعب بيختار الزول اللي بيختار الزول والناس اللي بيبنوا البلد وما في كبير الله يكرمك الثوره دي ما عندها كبير الله يكرمك الا الشعب وشهداء البلد الله يكرمك ويكرم اصلك الله يكرمك ويكرم اصلك الكبير ثاني اصلا الله يكرمك الكبير هو السلطه والقرار بتاع الشعب الله يكرمك والمقدس عندنا هو الشهداء ودماء الشهداء الله البلد البلد اتحررت واتبقى لها انها تتبني نعم وكلنا حنبني بلدنا دي باذن الله البلد ضيعت فرص كثير جدا من الاستغلال لغايه دلوقت احنا واحده من خياراتنا انه ما عندنا اي خيار اخر غير انه نبني هذه البلد دي اخر فرصه اتيحت للسودانيين ان شاء الله يا يبنوا بلدهم يا يفرتكوا بلدهم بيدهم امسكوا سلطتكم وامسكوا شرعيتكم في يدكم وابنوا البلد بالناس اللي عايزين يتقدموكم ويحققوا مصالح البلد مش مصالحهم هم الله اكبر مش مصالحهم هم الله اكبر السلطه 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 دي حاجه كعبه جدا لو الشعب ما حزم امره وما فرض سلطته على الناس المتقدمين له الناس بيحولوا السلطه بتاعت الشعب لمصلحتهم هم مدنيه انا لما نزلت من الطياره اللي جيت عربيه خاصه موجوده كان ممكن امشي اركبها لو ما عارف في شعب اذا مشيت ركبتها مدنيه سلام وعداله عايش خيار الشعب مدنيه سلام وعداله عايش خيار الشعب حرية سلام وعدالة عايش خيار الشعب حرية سلام وعدالة بعدين البلد دي من الاستغلال لغاية دلوقت النخب السياسية في البلد قسمتنا يا قسمتنا بعجزهم في بناء التنمية وقسمتنا على طبقات مدنية يا قسمتنا بعجزهم في التعبير عن التنوع في السودان وقسمتنا على جهات وإثنيات هذه الثورة يعني هزمت الانقسام الاجتماعي وهزمت الانقسام الطبقي احنا شفناكم واحنا برا كيف انتم بتتقاسموا اللقمة في ميدان الاحتصام ده انهزام مدنية الله اكبر البلد ما بيبنيها شهداء ساحة الاحتصام مطلب شعبي الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية البلد ما بيبنيها زول واحد ولا بتبنيها مجموعة واحدة البلد بيبنوها كل السودانيين نعم. الثورة دي حققت وحدة السودانيين وعليكم ألا تفرطوا في هذه الوحدة وأي زول أو أي امرأة عايزة تفرط أو عايز يفرط في وحدة السودانيين ما تدوه مجال إحنا توحدنا ولأول مرة نشوف رقبتنا نحن سودانيين لا بنشوف نفسنا من حيث اللون ولا من العرق ولا اللسان مرمط كرامتنا والله ولذلك أمشوا لقدام وتتقدم كل الشعوب في المنطقة الشعب السوداني شعب عظيم عظيم والدولة السودانية دولة عظيمة إذا ما لقت ناس صالحين ونساء صالحات ما في زول لا في المنطقة ولا في العالم بيتقدم عليكم لا من حيث الأخلاق ولا من حيث القدرة على البناء أنا شاكر لكم وأنا والله صراحة ما كنت عايز أي زول يستقبلني أنا ما عملت أي حاجة في الثورة دي عشان أستقبل ولا عملت أي حاجة عشان الناس يهتفوا باسمي إذا في زول واحد عنده الحق الناس يهتفوا باسمه هم الناس اللي ضحوا بدمائهم من أجل أن يتحرر الشعب السوداني ويخطط طريقه نحو النهضة والتقدم ما في زول آخر عنده الحق ياخذ ميزه بتاعت نضال على الاخرين الا الشهداء اللي دفناهم لما اهدونا نحن حريه كامله الدسم
انا ما بستحق اي زول يهتف باسمي. تستحق اكثر يا استاذ، تستحق اكثر. ولا بستحق اكثر. الاستاذ عائشه حلفت الا تمشي بشارع الشهيد مطر، مشت زارت الشهيد مطر في اسرته حتى بعد ذلك مشت عده القصر. ولذلك ما تخلوا زول يتقدم عليكم، انتوا الشارع وانتوا السلطه، انتوا تقدموا لنفسكم وسوقوا معاكم الزول المعترف والقادر انه يتحمل الاجنده بتاعتكم، الاجنده الوطنيه وبناء الدوله السودانيه. ان شاء الله. شكرا جزيلا، ونتلاقى في